الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. وبعد، الجمعة الماضية كنا نتكلم عن ماذا بعد رمضان، والحقيقة يا أخواننا يتمنى المرء أن تكون حياته كلها كما كانت في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. ولكن هيهات، هذا رمضان دورة خاصة يهيئها الله عز وجل لعباده، ويهيئ لها الأسباب، فيغلق الله سبحانه وتعالى أبواب النار، ويفتح أبواب الجنة، ويصفد الشياطين، ويفرض فيها الصيام، إلى غيرها من الأعمال التي يعني تهيئ هذا الإنسان لأن يرقى بإيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى. ولكن يا أخوانا، إذا أراد الإنسان أن تكون حياته كلها، كل هذه الحياة شبيهة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الكرام، بل حياة أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في هنالك أمور ثلاثة نحن نذكر بها دائما لابد أن يحصلها الإنسان حتى يبقى على سوية إيمانية جيدة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، مقبولة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاث ذكرت فيها مرارا، ولكن أول واحدة من هذه الأمور يا أخواننا أن يترك الإنسان ما حرم الله عز وجل، أن يبتعد عما حرم الله. يعني الحرام هذا أمر مفروغ منه، ينبغي على الإنسان أن يتركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يعني ما معولي أنا مسلم وأرتكب الأشياء التي قال الله عز وجل أنها حرام. مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هذا لا تقربه وأنا عم بفعله ومصر على فعله. أحيانا الإنسان يرتكب الحرام لخطأ وقع به، زلة سقط بها، شعر بضعف في إيمانه سقط، بس قام ورجع وأناب واستغفر، لم يصر. المشكلة في الإصرار، تقول له هذا العمل حرام وهو مصر على فعله. يا أخي، هذا المصدر من الرزق لا يصح، وهو مصر على أن يطعم نفسه وأولاده من هذا المصدر الحرام. طب هذه الكلمة أو هذا الكلام، النوعية من الكلام لا تقولها، يعني لا تقع بأعراض الناس. هو مصر دائما، يصلي ويتلو القرآن ويحضر مجالس أحيانا، ولكن لسانه دائما الطعن بالمسلمين، هذا طويل وهذا قصير وهذا عمل هيك وهذا سوى. نزه لسانك عن أعراض الناس، لا تتكلم عن شيء فيه يعني ذكر عيوبهم، انتهى. يعني يكفينا أن ينظر الإنسان إلى عيوب نفسه فيصلحها. شفتك بعيوب الآخرين، فلان عمل هيك، فلان ساويت هيك، فلان عملت هيك، وهي حكت هيك، ترك الخلق للخالق سبحانه وتعالى. بدل أن تتكلم عنهم اذهب وتكلم معهم. يا أخي، بدل هالإنسان هذا ما تحكي عنه أنه فعل هيك وساوى هيك وتصرف هذا لا يجوز، روح لعنده قل له: يا أخي، أنت عملت هيك، ساويت هيك، وأنا بنصحك أنه هذا العمل حرام، لا يجوز أن تفعله. أما أن تقع في الغيبة والطعن في الأعراض، إذن ترك الحرام سواء كان هذا مأكلا أو مشربا أو بالكلام أو أي جارحة من الجوارح عن طريق النظر. واحد مصر على أنه دائما عيونه تقع في المحرمات، ما بيوفر أبدا، لك يا أخي ما بيصح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الله مو عبي، مو حديث يعني، والله قال لك والله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم عن ما حرم الله، وهو بتلاقيه هلا ممكن الواحد يقع بنظرة مثل ما سيدنا علي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة. شفت منظر دير وشها، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. الأولانية خلاص الله بيسامحك فيها ما انتبه، أما الإصرار
والاستمرار والعودة والتكرار، هذا هو المحرم والثانية عليه. فترك الحرام هذا الحقيقة نصف الطريق إلى الجنة، نصف الطريق إلى رضاء الله، نصف الطريق إلى أن تكون مسلماً متقياً. شو التقوى؟ أن تترك المحارم وأن تؤدي الواجبات. فإذا أنت تركت الحرام أنت الآن قطعت شوطاً نصف الطريق 50%. الأمر الثاني يلي هو الاعتناء بفرائض الله سبحانه وتعالى، الواجبات التي لا يجوز للإنسان أن يتركها. ما عم نحكي عن السنن، ما عم نحكي عن يعني الفضائل من الأعمال، لا، الواجبات. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إقام الصلاة، ما قال الصلاة، إقام الصلاة، بدك تعطيها روحها. هالخمس دقائق اللي بدك توقفهم بين يدي الله بدك تعطيهم حقهم، بدك تقيمهم، مو تأديهم شلون من كان. أن يكون هذه الصلاة فيها حضور مع الله، أن تكون هذه الصلاة تؤتي ثمرتها صلة وقربا، أن تستشعر أنك تخاطب الله في الصلاة. وكل برنامج رمضان في دروسه الستين كلها كانت حول هذا الموضوع، حول موضوع أداء الصلاة بالشكل الصحيح، أن تؤدي ما أمرك الله، وأهم شيء الصلاة. فإذا الخطوة الأولى حتى تكون من أهل الجنة، حتى تكون من أولياء الله الصالحين، الولاية، هذا الطريق اللي تحدث عنه طريق الولاية. الخطوة الأولى أن تترك الحرام، وإن وقعت بشيء منه فعليك بالتوبة والإنابة فورا، مو تنتظر، لا تسوف، يلا مو إشكال، بكرة بعد خمس وحدات من الحرام توب توبة إجمالية واحدة، يعني سوى أول فعل محرم، الثاني، الثالث، والله يلا بعد عشر مرات إن شاء الله بتوب توبة كاملة ومتعلم. لا، لا تسوف. هلك المسوفون، صلى الله عليه وسلم يقول هلك المسوفون. شو يعني مسوف؟ يلي بيسوف التوبة واللي بيسوف العمل الصالح، هذا أكثر ما يندم عليه أهل النار، التسويف، أنهم سوفوا التوبة. سوف أتوب، بكرة بيجي يوم إن شاء الله، هلأ لسعتني شب، هلأ عمري لسعتني 30 سنة 40 سنة، يعني بيجي يوم إن شاء الله بتوب توبة نصوحة وبقعد بهالجامع وبإذن الله بأخذ مركزي بالجامع. ليش أنت يعني حتى تتوقع أن تصل إلى هذا؟ هلك المسوفون، أكثر ما يدمر الإنسان سوف والسين، سأفعل، سأتوب، بادر. النبي عليه الصلاة والسلام قال وسارعوا، الله قال وسارعوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال بادروا، بادروا بالأعمال الصالحة، بادر يعني أسرع قبل أن تغادر. إذن طريق أن تكون من أولياء الله أن تبتعد عما حرم الله، أن تؤدي ما فرضه الله عز وجل عليك بإتقان، بإتقان، وخصوصا إقامة الصلاة، لأن الصلاة عون لك على الاستقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة هي أساس هذا الدين، لذلك كانت أول ما يسأل عنه المرء من عمله يوم القيامة. الأمر الثالث، إذا أحببت أن تكون من أوليائه سبحانه وتعالى وأن تصير إلى الدرجات العالية في الجنة بعد أن تترك الحرام وتؤدي ما افترضه الله عز وجل عليك، شو الثالثة؟ أن تؤدي ما استطعت على قدر استطاعتك من النوافل، السنن، القربات. يعني في رمضان أدينا كثير من النوافل، الآن بعد رمضان بنقطع عنها؟ لا، بنخلي رحم الله من قال سائي جاري،
ولا نهر مقطوع. شو يعني ساقية جارية ولا نهر مقطوع؟ يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن كان قليلا. يعني مثلا برمضان الله أكرمك الحمد لله وتلوت من القرآن الشيء الكثير، يعني أتعجز بعد رمضان أن تتلو ورقة واحدة من المصحف؟ وش وقفة كل يوم؟ وش وقفة يعني قديش؟ يعني 5 دقائق 3 دقائق أن تجعل لك نصيب من تلاوة القرآن. طبعا نحن في هنالك ناس ما شاء الله عندهم القرآن مقدس يوميا، إذا ما أعد مع الله في كتابه ويحدثه نص ساعة ساعة ما بيحسن. كيف بمر علي يوم ما أفتح المصحف نصف ساعة أو أقرأ فيه جزءا؟ في ناس عندهم أبدا هذا الأمر مقدس، في ناس يا حرام يلا إن شاء الله بكرة بإذن الله يوم الجمعة بحاول أقرأ لي شي ساعتين ثلاثة. تجي الجمعة وبتروح الجمعة وبيروح يوم الاثنين وبيجي الخميس. بدك تلزم حالك يوميا. الله عز وجل قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أولئك يرجون تجارة لن تبور لن تخسر. أساس التجارة مع الله تلاوة القرآن، إقامة الصلاة والإنفاق. تلاوة القرآن، أداء من نوافل من الصلوات والسنن. يعني إذا أديت مع الفرائض النافلة ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر وخصوصا ركعتين قبل الفجر وركعة الوتر، هذه مهمة جدا تحافظ عليها ما تتركها أبدا. هذه قضية يا أخواننا في ناس مقصرين فيها، بيقول لك أخي خلاص أنا عم أدي الفرض اللي الله فرضه عليه، 4 ركعات الظهر ركعتين الفجر 3 المغرب 4 العشاء انتهى الموضوع هيك الله بده. بس في هنالك سنن تجبر النقص في الصلوات. إياك أن تحافظ أن تترك سنة الفجر وسنة الوتر، دول ما تتركهم أبدا. ركعتين الفجر وركعة الوتر هذه من المهمات جدا ألا تتركها في أيامك. كذلك الأذكار هذه من النوافل. أضعف الإيمان أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء. أضعف الإيمان يا أخواننا هذه الأذكار التي قرأناها، هذه أذكار المساء ومثلها في الصباح. لازم كل 12 ساعة أن يكون لك جلسة مع الله. الله عز وجل يقول أنا جليس من ذكرني. أوحى الله إلى موسى عليه السلام أتحب أن أجلس معك في بيتك؟ الله الله. فغشي على سيدنا موسى شو الله يجلس معي في البيت؟ في البيت أتحب أن أجلس معك في بيتك أو أن أكون جليسك في بيتك؟ قال وكيف ذاك يا رب؟ قال أما علمت أني جليس لمن ذكرني؟ الله عز وجل قال أنا جليس من ذكرني. والله حينما تجلس وتذكر الله فأنت تجالس الله. تجالس الله شو يعني تجالس الله؟ يعني تجالس الرحمة المطلقة، تجالس الكرم والعطاء والرأفة والمغفرة والحنان واللطف والغنى. قاعد مع الله أنا جليس من ذكرني وحيثما طلبني عبدي وجدني وأنا مع عبدي إذا تحركت بي شفتاه. وتذكر الله بلسانك الله يكون معك، خصوصا إذا كان هذا اللسان متواطئ مع القلب. أضعف الإيمان يا شباب بالذكر، عشان ما أقول لك والله اذكروا الله ذكرا كثيرا يعني في الليل والنهار. أضعف الإيمان أن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وأن تحافظ على الأذكار دبر كل صلاة. شو يعني دبر كل صلاة؟ يعني تقرأ آية الكرسي والمعوذات وسبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33. هذا أضعف الإيمان. حتى تكون من الذاكرين الله أن تحافظ على أذكار ما بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء. هذا مهم جدا يا أخواننا. ما بدك تصير من الأولياء، ما بدك تصير إن شاء الله من أهل الجنان والدرجات العلى،
أن تتقرب إلى الله ما استطعت بشيء من النوافل، يعني مثلا ركعتين قيام الليل في اليوم تقرأ فيهما 10 آيات، كم آية؟ 10 آيات، بس 10 آيات. نعم، هذا أضعف الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات، يعني صلى في الليل بعشر آيات. شو يعني 10 آيات؟ يعني سورة إيش؟ قل يا أيها الكافرون، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هي بالركعة الأولى وهي بالركعة الثانية، كثيرة، بس آيتين، سور ركعتين بهالسورتين بعشر آيات. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. خلاص، الله نفع عنك أن تكون غافلا. وبس هذا الحد الأدنى. في طبعا ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. 100 آية، يعني سورة الواقعة وسورة تبارك، منيح، يعني 10 دقائق. إذا بدي أقرأ الواقعة وتبارك 10 دقائق. كتب من القانتين، من القنوت. يا مريم وكوني من هو قانت آناء الليل. قانت من قنوت العبادة والتقرب إلى الله. قال: ومن قام بألف آية. هاي بقى أصحاب الدرجات العالية، لأنه الجنة فيها درجات، ما هي؟ كم درجة بالجنة؟ بالجنة كم في درجة؟ 100 درجة. ولكن 100 درجة كمان ما بين الدرجة والدرجة، كمان في درجات ما بين السماء والأرض. وجنة يا أخواننا، يعني جنة جنة، بتعرفوا أن تتصوروا أي شيء من الجمال والروعة وغاية الصنع الإلهي في الدنيا من الجمال والطبيعة وسحر الطبيعة، هذا لا يمكن أن يذكر أمام نعيم الجنة، لا يمكن. لأنه الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. معناته كل شيء شايفه أنت الجنة أعظم. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يا ربي دخيلك، ولا خطر على قلب بشر من النعيم. هذا كله عم ينتظرك، بس بشو بتناله؟ مو بالأوهام والأمنيات والدعوات بس فقط، بدي عمل. ألا هل من مشمر إلى الجنة فإن الجنة لا خطر لها. شو يعني لا خطر لها؟ يعني لا مثيل لها، ولا حتى في الخاطر تخطر والخيال، ما ممكن أن تصل إلى نعيم الجنة الحقيقي. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني عنده قناطير مقنطرة من الأعمال والقربات. 1000 آية، يعني 1000 آية قديش تقريبا؟ 1000 آية، عدد آيات القرآن 6600 وشوي. 1000 آية معناتها السدس. السدس معناه قديش؟ 30 تقسيم 6، 5 أجزاء. نحن عم نقول لك غير 5 أجزاء. إذا بدك تقرأ بـ1000 آية وتحقق الحديث، اقرأ من أول سورة تبارك إلى سورة الناس، هذول بيطلعوا 1000 آية. يعني جزء عمه وتبارك قديش تحملوا مع قراءة؟ ساعة. إذا صليت فيهم بليلة يكتب الله لك أجر المقنطرين. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. إذن يا أخوانا، يستطيع الإنسان أن يجعل حياته كلها في قرب. أصلا هيك المطلوب منك، المطلوب منك حياتك كلها أن تجعلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. يعني طب وين حظ النفس والراحة والأكل والروحات والجيات والبسط والسرور؟ دول معليش بتساويهن، ولكن بقدر.
بقدر، ما يكون الغالب هو النسيان الآخرة والانشغال بالدنيا. ينبغي على المسلم أن يكون كل وقته فيما يقربه إلى الله، ولكن كمان ولا تنسى نصيبك من الدنيا. معليش، لابد لك أن يكون ساعات تخلي فيها ما بينك وبين شهواتك المحللة، طعام وشراب وبسط وسرور وسيرين. معليش، إذا كان في هنالك في هنالك، بس ولكن في ما يعني لا يغضب الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخوانا، الطريق إلى الله عماده وأركانه ثلاثة. أول شيء شو؟ أن نترك الحرام. سمعانين يا شباب؟ أن نترك الحرام، نبتعد عن كل أسبابه ومسبباته، أن نبتعد عن الحرام بعد المشرقين. اثنين، أن نؤدي ما افترضه الله عز وجل علينا بإتقان. ثلاثة، شو يا شيخ عبد الرحمن؟ أن نؤدي ما استطعنا من النوافل، والفضل الله سبحانه وتعالى، النوافل كثيرة وكثيرة جدا، والباب مفتوحة، كل واحد الله سبحانه وتعالى بيفتح عليه باب من أبواب النوافل. ناس الله بيفتح عليهم باب الصدقة، تلاقي ما شاء الله دائما يعني يتصدق. واحد الله بيفتح عليه باب العمل في الدعوة إلى الله. واحد بيفتح عليه باب بالنوافل قضاء حاجات الخلق، تلاقي دائما وين في هنالك حاجة لأناس بتلاقي بيسعى ببدنه أو بماله أو بجهده أو بجاهه. في ناس الله سبحانه وتعالى بيفتح عليهم يعني بباب التقرب إلى الله بالصلوات، واحد من باب القرآن، واحد بباب الذكر والتسبيح، ما شاء الله عنده ساعات. والله في أخ حدثني قال لي أنا يوميا عندي بفضل الله 10,000 تسبيحة. الله أكبر، 10,000 تسبيحة. طب شو إمتى بتحصلهم؟ قال لي بفضل الله من يوم ما في عودت حالي ولساني أن يشتغل بالذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحيانا يفتح علي باب الحمد من الصبح للمساء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أحيانا يفتح علي باب التهليل والتوحيد والتجريد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بس إنه يمر عليه ساعات وما عنده شغل فيها، لا يحرك بها لسانه، والله الله يهنيه الله يهنيه. وفي هنالك ناس أمثالهم كثر، لأنه قال إذا أحببت أن تلقى الله عز وجل وهو عنك راض فلقه ولسانك رطب بذكر الله. خلي لسانك دائما رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.